الزيارة التي شرفنا بها من قبل معالي الوزير الحقيقة أثمرت ثمار جيدة، وهي امتداد للعلاقات المتينة بين المملكة والبحرين. وهذه الزيارة تعنى بالشأن الإسلامي فقط وتقوية عواصم التعاون والمشاركة في العمل الخلاق إن شاء الله من أجل تحقيق رؤى القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين وتحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لدى مولاي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من أجل ضبط الساحة الدعوية وضبط المنابر وبما يوافق الإسلام والشرع المطهر وبما يحقق رضا الله سبحانه وتعالى من خلال العمل بموجب القرآن والسنة النبوية على منهج السلف الصالح، لا غلو ولا تطرف ولا إرهاب ولا عنصرية ولا عمل غير أخلاقي أو إنساني يكون تحت مظلة الإسلام. ولا شك أن هذا المشروع يحتاج إلى التماسك والتعاون. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد كانوا في غاية الانتباه لمثل هذه الأمور وتوجيهات واضحة لتبني نشر الاعتدال والوسطية وأسباب العنف والعنف